مع اقتراب المولد النبوي الشريف، يتطلع المواطنون إلى الاحتفال بهذه المناسبة الدينية العظيمة، غير أن فرحتهم لا تكتمل بسبب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه بشكل غير مسبوق. فقد بات من المعتاد مع كل موسم احتفال أن يلجأ بعض التجار إلى رفع الأسعار بشكل مفرط، مستغلين حاجة الناس. أنا لو جاي المولد النبوي الشريف، دوك الناس كاع حدير رشتة، حدير طعام، سما راح يديموندي واللفت، وراح يديموندي قرا، راح يديموندي زرودية، سي فور سا لي بري طلعوا. ما يلحقش، ما يعيش الزوالي، الزوالي ما يقدرلهاش، غالية بزاف. كيما اليوم أسعار البطاطا، كيما البطاطا زايدة 11000، لحقت 12000، البطاطا زايدة، الطماطم 8000، اللفت 8000 زايد. حماية المستهلك بدورها أكدت أن تجار الفرص الذين يتلاعبون بالأسعار لتحقيق أرباح سريعة على حساب المواطن البسيط بات أمراً غير اعتيادي، وجب وضع حد نهائي له. هذا الأمر يحتاج وعي كبير من طرف المستهلك حتى ما يبقاش رأينا دائماً في عملية الابتزاز. خلينا نقول أنها هي عملية ابتزاز من طرف أشباه التجار ومن طرف التصفيين على السلسلة التجارية. أيضاً على السلطات العمومية التدخل في مثل هذا الأمر، وخاصة في المصدر في أسواق الجملة. اتخاذ خطوات فعلية لضبط السوق وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار عادلة ليتسنى للجميع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف دون أعباء إضافية تعكر صفو المناسبة.